مرحبا بكم. واحدة من الأماكن التي تتبادر إلى الأذهان عند السفر للسياحة هو برج إيفل، بل إنه يحتل صدارة قائمة تلك الأماكن، فذلك البناء العملاق يفتن كل من يرى. فمنذ اكتمال بنائه في 31 من مارس من عام 1889، وقد قام بزيارته السياح من جميع أنحاء العالم، حتى أنه في عام 2002 قد وصل عدد هؤلاء السياح إلى 200 مليون سائحا. إلا أن ذلك البناء المعدني يمثل لغزا للسياح، لذا فلنشاهد سويا بعض الحقائق حول برج إيفل. وقبل البدء في الفيديو دعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. إن أول ما يتبادر بالأذهان عند ذكر مدينة باريس حتى لو لم نقم بزيارتها هو برج إيفل. إن استغلال المنظر الليلي لهذا البناء والذي أصبح رمزا للمدينة في الأعمال التجارية يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية. وللتعبير عن ذلك بشكل أوضح، فإنه يمتنع التقاط مقاطع الفيديو أو الصور لبرج إيفل ليلا. ولكن لماذا، والأهم لماذا في الليل بالأخص؟ لا يمكنكم إيجاد أي صور أو مقاطع فيديو لبرج إيفل ليلا على مواقع الإنترنت. قد تتعجبون من ذلك، ولكن الحقيقة أن هناك حق ملكية فكرية لعرض الأضواء الليلية. نحن نعلم أن حقوق الملكية الفكرية تختص بالصور ومقاطع الفيديو والكتب، ولكن من الغريب أن يكون هناك حقوق ملكية فكرية للبناء. ووفقا لقانون الاتحاد الأوروبي لحقوق الملكية الفكرية، فإن مدة حق صاحب الأعمال الفنية كالصور ومقاطع الفيديو والأغاني والأعمال البنائية تمتد طوال حياته بالإضافة إلى 70 عام أخرى، أي أن شكل المعادلة كالآتي: عمر صاحب العمل الفني زائد 70 عاما يساوي مدة حق الملكية الفكرية. تم تطبيق قانون حرية البانوراما تعديلا على قانون حرية الملكية الفكرية في معظم الدول، حيث سمح بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو للمناظر الطبيعية في أي مكان، ودون أن يعد ذلك خرقا لحقوق الملكية الفكرية. فعلى سبيل المثال، يمكنك التقاط صور لساعة بيك بان في لندن، ولا يمكنك بناء تلك الساعة في حديقتك. وحق تصوير ذلك منح لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولم تتردد فرنسا أيضا في أخذ مكانا بين الدول المستفيدة من ذلك الاستثناء. انتقل صاحب حق الملكية الفكرية لبرج إيفل إلى رحمة الله في عام 1923، وسقط حق الملكية الفكرية له في عام 1993. ذلك هو السبب الذي جعل ولاية لاس فيغاس تنشئ برج إيفل خاص بها. ولكن عندما يتعلق الوضع بالأضواء الليلية يتغير الوضع تماما، حيث أنه قد تم البدء بذلك النظام منذ عام 1985، ولأنه يعتبر عملا فنيا منفصلا، فقد تم استمرار تطبيق قانون حق الملكية الفكرية عليها. هذا الموقف يماثل ما مر على متحف اللوفر ومحطة السكة الحديدية في روما. فيمنع التقاط الصور لتلك الأماكن المحمية بقانون حق الملكية الفكرية من الناحية الفنية، ولكن قد تكون المشكلة الحقيقية هي في نشر ذلك، فرغم أنه لم يسبق أن ذهب أحد إلى المحاكمة من أجل التقاطه صورة للمنظر الليلي لبرج إيفل أو نشر ذلك، إلا أن ذلك الوضع قد تغير الآن، ولذا يجب توخي الحذر، ويجب أخذ الإذن من شركة تشغيل برج إيفل، حيث أنه ما زال يمتنع التقاط الصور إلى الآن سواء بواسطة الهاتف المحمول أو كاميرا التصوير. لذا يجب توخي الحذر جيدا عند التقاط صور البرج ليلا. هل ينتابك الفضول عن مصدر اسم برج إيفل؟ فإنه في العام الذي أنشئ به قد نال إعجاب كل من رآه، لذا قد تم تسميته على اسم المهندس الذي قام بتصميم ذلك البناء الضخم، ويحمل لقب أعلى مبنى بالمدينة. فمنذ أن تم إنشاؤه في عام 1889 أصبح من المباني النادرة في العالم أجمع، والتي تستقبل أكثر من 200 مليون زائر سنويا. وفي الوقت الحالي يحتل برج إيفل المركز الخامس في قائمة أعلى مباني بالمدينة، وقد تم تصميمه من أجل المعرض العالمي الذي نظم للاحتفال بالذكرى المئوية للثورة الفرنسية. تم التخطيط لبنائه لأول مرة من أجل المعرض العالمي الذي سيقام بمدينة برشلونة في عام 1888، إلا أنه قد تم مقابلة تلك الفكرة بالرفض، ولذا قد تم البدء به في عام 1887 كبوابة لمعرض باريس، واكتمل بناؤه في عام 1888، وذلك على اتفاق أن ينحل البرج في عام 1909. إلا أن البرج كان مناسبا جدا للتواصل، لذا تم اتخاذ قرار باستخدامه هوائي للراديو. ما رأيكم ببرج إيفل والذي يعد واحدة من أكثر الأماكن زيارة بالعالم بعدد 7 مليون زائر سنويا، وواحدة من أكثر الأماكن التي تم تصويرها؟ يمكنكم الإجابة بقسم التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.